طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن تحفونا بالازياء المميزه شروق سالمين ولولو العسلاوي وساره الصالح ودلال المعرفي، يعطيكم الف عافيه على مجهودكم اللي سويتوه طول شهر رمضان، نورتونا. طبعا عندنا خبيره المظهر. اي نبي نتكلم على يمكن ليله العيد او يوم العيد بالنسبه حق النساء، الرجال دشداشه خاص الموضوع خالص بالنسبه لنا، لكن بالنسبه حق النساء يهتمون بالاطلاله الخاصه في يوم العيد، فعشان كذي يسعدنا يكون معانا الستايلست خبيره المظهر. هيا يا هلا ومرحبا فيك، هيا وكل عام وانت بخير. هلا فيكم وانتم بخير، عيدك مبارك، تقبل الله طاعتكم منا ومنك. يعني يمكن هيا انت من الكويتيات الاوائل اللي بلشتي بهالموضوع. اي وهالاشياء دائما يقولون الكويتيات ذواقات، يعني عندهم ذوق وصعبه انك انت تدشي لهم من هالباب، فايش رايك بهالموضوع، صعب ولا سهل؟ صعب وسهل. يعني بالكويت صح كل واحده خبيره مظهر نفسها ما شاء الله ما عليهم قصور، بس استل نقدر نقول ان في فئه من الناس للحين ما تعرف شو اللي يناسبها، شنو تلبس، شنو احلى شيء ممكن يطلع، اخر تطورات الموضه. يعني في شيء حلو في شيء احلى طبعا. صح. إيه؟ في شيء احلى حق العيد، يعني في الوان معينه، في اساس معين المفروض الوحده اليوم تختار فيه بدله العيد، مع اني انا ما لي شغل الموضوع بس حق المشاهدات. لا شوف، هو نفس الاساس اللي يعتمدون عليه في ايامهم العاديه، نفس الشيء، شنو الالوان اللي تناسبني، شنو القصات اللي تناسبني، شنو احلى شيء على جسمي يناسب عمري، كل شيء، بس مع الاختلاف انه شوي نعطيه طابع رسمي زياده عن كل يوم، لان بالنهايه هي مناسبه، يعني مناسبه العيد لازم تكون شكلك مميز شوي. اي بس دائما في بنات عندهم قاعده ان الاغلى هو الاحلى، ايش رايك بهالموضوع؟ ابدا مو صحيح، مو صحيح هالموضوع ابدا، بدليل ان لو نشوف نجمات هوليوود المشاهير واللي يعني يدخلون ملايين، ساعات يلبسون شغلات وايد بسيطه من ستورز احنا نعرفهم، يعني ان اغلب الشعب يقدر يشتري من يعني اللي يلجأ لك مثلا، ممكن تقولي مو شرط البجت يكون عالي؟ طبعا طبعا، لان الاناقه ما لها علاقه بالذوق، ما لها علاقه كم السعر. يعني حلو، يوم تكلمتي على الاناقه ولها علاقه بالذوق، احنا يمكن خاصه رجال وايد نوجه اتهام لخواتنا او بعض خواتنا النساء في المبالغه في المكياج اللي يكون يوم العيد او اللبس اللي يكون يوم العيد، شلون الوحده ممكن يعني تتفادى هذا الشيء وتكون كشخه بكامل اناقتها لكن شيء بسيط؟ اي صح، ما كلنا مستلمين على هالسالفه، كنا يدزون صور بعد يعني زايدين. يوم العيد لا، الاناقه طبعا دائما بالبساطه، وانتم اللي قاعد تبالغون بهالكلام يعني. يعني لما تكتبون ساعات على قولتك يكتبون ان هم يهولون شوي بالموضوع، صح الوحده يعني تحب ان تكون بيوم العيد او اي مناسبه او عرس بكامل اناقتها، بس هم نوجه كلمه حق البنات ان الاناقه مو بالتكلف، الاناقه بالبساطه، بس بساطه فخمه، في بساطه سبور يوميه يعني ستايل ناعم، وفي بساطه فخمه بنفس الوقت. صح، بس المشكله دائما يقولون في هذا النوع من العمل ان انت اصعب زبون عندك الزبون اللي مو عارف شنو يبي، فهو جاي لك ومو عارف شنو يبي، فشلون انت تقدرين توصلين حق اللي هو يبي؟ بالعكس، هذا اسهل زبون اللي مو عارف شنو يبي. طبعا، لان هو يعني ما اعطيك القرار، ما اعطيك انك انت تختاري، لا انت تشوفين، يعني ما اعطيك على قولتهم الخيار، ممكن تعطينا كذا خيار ويكون مو مقتنع فيه. لا شوفي، اذا هو مو عارف شنو يبي ما راح يعارضك على اي شيء، لانه هو استل ما يعرف شو اللي يناسبه او ما تعرف شو اللي يناسبها، فتقتنع باي شيء انت تقولينه، وهي مو جايتك الا هي مقتنعه فيك ومقتنعه بستايلك ومقتنعه بخبرتك. انت تشوفينهم انهم يقتنعون بسرعه؟ مو الكل، بس على الاغلب. اي على الاغلب، على الاغلب. إيه؟ حلو، يمكن هي دام انت من اوائل الكويتيات اللي تخصصوا في مجال الستايلست، شنو اليوم نخدك انت يوم متابعين خواتنا وامهاتنا وبناتنا اللي قاعدين نشوفهم بكل مكان على مكياجهم على لبسهم على المظهر العام بالنسبه لهم؟ في انتقاد؟ في مو كل، يعني مو كل الناس اوفر، بس اللي يعني انت قصدك عن العيد ولا بالايام العاديه ولا برمضان ولا شنو قصدك؟ لا بالعيد، دام احنا ليله العيد نتكلم عن العيد. بالعيد اوكي، بالعيد اي صح، حتى المكياج مفروض يكون بسيط، اصلا مجبورين انه يكون المكياج بسيط، اي صح انه يكون فخم، وصح انه نزيد ممكن على اللي نحطه كل يوم، بس انه مو لازم يكون اوفر ولا اكثر من اللازم، لانه راح يصير شيء عكسي، اذا انا مثلا مو مرتاحه عندي يوم طويل والجو حار، اذا انا مثلا من الصبح لليل حاطه ميك اب ثقيل ووايد متكلفه بملابسي وفي تكلف بالميك اب او حتى بتسريحه الشعر، انا راح اتبهذل، لما اتبهذل واتعب راح اصير ابشع، راح اطلع بطريقه بشعه عكس اللي انا ابي. يعني بس دائما نشوف في ناس يقولون مثلا، دائما الناس تحب تنتقد، يعني حتى لو مثلا انت مرتبه وشكلك حلو
دائما النظرة السلبية عندنا أقوى من النظرة الإيجابية. أيوة. فتلقينهم مثلا أنت يعني ساعدتي أحد بأزياء أو كذي، فتلقى انتقاد. فشنو ممكن تكون؟ لازم تكون هي مقتنعة باللي عليها، صح؟ لازم طبعا بكل الأحوال الواحد لازم يكون واثق من نفسه. والله حتى لو أطلع بدون مكياج ولا لابسة سبور ولا رايحة مكان وأنا بقمة البساطة، لازم أصلا المبدأ يكون أن أنا عندي قناعة شخصية وواثقة من نفسي، سواء كاشخة ولا مو كاشخة. يعني ياما ناس كاشخين من فوق لتحت لابسين بس يفتقدون حق الثقة بالنفس ويتأثرون برأي الناس. في النهاية لازم الواحد شخصيته هي اللي تفرض على شيء أساسي. أكيد. يعطيك ألف عافية. فيك المخيرة توجهينا حق المشاهدات، خاصة النساء اللي قاعد يتابعونا حق العيد. طبعا نفس الكلام اللي أنا قلته، وأي أحد يعني مثلا بالأيام العادية يحط مثلا ميك اب ولا يلبس شيء معين، المفروض أنها يزيد لمسات خفيفة بس، ويعطي شوي اختلاف ومو تغيير، يعني يعطي شوي نوع من التغيير وليس التكلف حق العيد. وأحب أشكر الميك اب أرتست اللي اليوم نفذت اللوك مشاعل عجيل، اللي بكثر منك. أنا بعد أشكرها بصراحة المكياج اليوم، وأشكر من دار إيمانوش المصممة إيمان البلهان على اللبس، ويعطيكم العافية. الله يعافيك، حياك، ما قصرتوا. عيدك مبارك، ومثل ما يقولون القالب غالب. مشكورة، نورتينا. كانت هي المساء مسك الختام. أكيد. وصلنا مع المشاهدين إلى ختام كل حلقاتنا. في آخر حلقة شنو حابة تقول إني حصل؟ أحب أقول عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وعود عليكم يا ربي بالصحة والعافية. وأشكر كل طاقم العمل، وأشكر برج الحمراء، يعني كل المجهود اللي قمتوا فيه هذا مجهود يقدر لكم وينحسب حق تلفزيون الكويت. وأنتم نورتونا، وأنا سعيدة بالتعامل معاكم، وعملي معاكم إضافة لي. أكيد. نشكر كل العاملين على غبقة الحمراء من جهود العاملين في وزارة الإعلام، بداية من مشرف عام البرنامج سعود الرمح ومخرج البرنامج، رئيس فريق الإعداد قاسم عبد القادر، المعدين كلهم، المخرجين، منفذين، المصورين. زميلنا بعد محمد الوسمي نقول له عيدك مبارك، ونقول حق لولو العسلاوي وابراهيم ضعيان وابراهيم الملا، وكلهم يعطيهم العافيه وعيدكم مبارك. مصورين المحموله، مصورين الاستديو، براك مدير الاستديو. اكيد كل العاملين وكل الجهد اللي شفتوه، اكيد مو جهد يعني اشخاص احنا بس موجودين نظهر على الشاشه. أكيد. لكن في قائمين ومسؤولين في وزاره الاعلام، وايضا يعني قائمين على هذا البرنامج، قدر نطلع وياكم بهذا الشكل. شوي الكلمات قاعد تقطع وياي من ضيقه الخلق على الحلقه الاخيره. اكيد. ولنا بنودعكم، يكون في حزن اكيد، لكن امل اللقاء فيكم على هذه الشاشه اللي دائما تجمعنا وياكم. طبعا احب اشكر مشعل عجيل على اللوك، وعبير هيرسكيتش على الشعر. مشكورين طول رمضان، ما قصرتوا معاي، وعيدكم مبارك. اكيد. يعطيكم الف عافيه، ما قصرتوا. نشوفكم ان شاء الله في برامج قادمه. فما الله، مع السلامه.